بارك الله فيكم. السائلة أختكم أم محمد مقيمة بالباحة المملكة العربية السعودية، تقول في السؤال الأول: إذا كنت في حالة الوضوء ولم يبقى إلا القدمين، ودق الباب أو دق الباب زوجي أو أحد أولادي وذهبت لفتح الباب، فهل يلزمني بعد الرجوع أن أعيد الوضوء من أوله أم أغسل باقي القدمين فقط؟ إذا عدت في وقت قريب لم يستغرق زمنا طويلا فإنك تغسلين القدمين فقط وتبنين على ما غسلت من أول الوضوء لعدم فوات الموالاة. أما إذا طال الزمن ولم تعودي إلا بعد فترة فإنه لا بد من إعادة الوضوء من أوله لفوات الموالاة. وضابطها كما يقول العلماء أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله أو حتى ينشف الذي قبله في وقت معتدل. فإذا عدت في وقت قريب بحيث أن العضو المغسول لم يجف فأنت تواصلين الوضوء وتكملين. أما إذا كانت الأعضاء قد جفت لطول الزمن فإنه لا بد من إعادة الوضوء من أوله لفوات الموالاة. نعم.